والنجم إذا هوى. بيجي بيقول لك شيخ مشان الله، يعني انت كلامك بيصل للقلب، ما بدنا كلام منمق. طلعت لعنده، طيب شو بدي اقول لهم؟ يعني شو بده الواحد يحاكيهم؟ شو بده الواحد يصبرهم؟ فهمنا لهم يعني اللي صابكم صابنا. بيوتنا راحت، راحت ثلاث بيوت لاولادي، وكنتي راحت عمرها 17 سنه، جيت طلقة براسها قبل عرسها بثلاث ايام، وسيارات احترقت ورجعنا للصفر. بس اما يعني سبحان الله، تقدير الله سبحانه. بس نالو نحن لسه افضل منكم، لانه في عنا سافي اوينا بالشام، انتم ما عندكم صوفه تقاويكم. فلذلك يعني برمضان وصلاه العيد ما بدنا نغتر انه نحط اكل وشرب وحلو وتجي الناس عايد على بعضها. لا تسمع من حدا يقول لك كل عام وانتم بخير، احنا ما لنا بخير. خلي عايد عليك يقول لك الله يتقبل طاعتك، او انت اسبوع فيها مشان تذكروا، احنا ما لنا. احنا اهلنا ويعين أهلنا. أنا تعرف سامحهم السلام. والنجم إذا هوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكر في الإنسان دعاني، والله يجزيكم خير ويباركلكم. والحمد لله، يعني إيماننا بأنك سبحانه وتعالى قوي. الحمد لله. والنجم إذا هوى. فضل من الله. هو الشاشة يا رب. هو الشاشة. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يشهد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إخواننا، صلاة الجنازة يصلي عليها فضيلة الشيخ عبد الله دك الباب بوصية من الشيخ، ثم نستمع إلى كلمة تأمين من فضيلة الشيخ محمد نعيم العرقسوسي حفظه الله تعالى. هدوء يا اخواننا. خففوا العدد الله يرضى عليكم. خففوا العدد الله يرضى عليكم. خفف العدد الله يرضى عليكم. سكينة ووقار. مزه حبيبنا. يا أخواننا أرجوكم إلى الوراء، إلى الوراء قليلا لو سمحتم. يا أخواننا، يا أخواننا، استووا واستقيموا إلى الله. استووا واستقيموا إلى الصلاة، ارجعوا إلى الوراء قليلا. من كان صادقا في محبة الشيخ فلأن الشيخ ملتزم بالشرع فالتزموا بالشرع رحمكم الله. لا ضوء
الله استووا واستقيموا التزموا الصبر التزموا الشرع ولا تشوشوا يرحمكم الله والله بالنية ما استووا واستقيموا أثابكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اخوانا اجلسوا قليلا لسماع كلمة التأبين اجلسوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأولياء والأتقياء والصابرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا شيخنا يا شيخ فتحي صافي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أيها الإخوة المشيعون يا من حضرتم وفاء ومحبة لهذا الشيخ الجليل المتواضع ها أنتم الساعة تعبرون عن وفائكم وودكم لعلماء الشام جميعاً فأسأل الله تعالى أن يجعل لكم ثواب أجر عظيم جزيل لمشاركتكم في هذه الجنازة المشهودة لهذا الرجل الصالح العابد الزاهد الواعظ المرشد العالم الفقيه رحمه الله رحمة واسعة وتقبله عنده مرضياً إن شاء الله تعالى أيها الإخوة كلمة علماء دمشق يلقيها فضيلة الشيخ محمد نعيم العرقسوسي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا شيخ فتحي لمحزونون. هذا الشيخ الجليل لقد بكتك القلوب ودمعت لموتك العيون. هذا الشيخ الجليل فقدنا بموته داعية جليلة وواعظا مؤثرا على طراز فريد، فقد أسر القلوب ببديع أسلوبه وسلاسة عرضه وبساطة كلماته وروعة عباراته بلهجته الشامية المحببة، بطلاقة وجهه، بابتسامته، بتواضعه، بحسن خلقه. الشيخ فتح الصافي مصباح انطفأ وشعلة خبت ونجم هوى. الشيخ فتح الصافي هذا الشيخ الجليل كان صريحاً في وعظه وكان صادقاً في إرشاده، لم يجامل ولم يداهن، إنما كشف للناس أخطاءهم وبين لهم المآخذ عليهم، ولكن في أسلوب محبب وبطريقة نادرة. إنه واعظ من نوادر الوعاظ، هذا الرجل الذي كان يمزج وعظه بالفكاهة الهادفة والطرفة المؤثرة، فدخل كلامه إلى القلوب من غير استئذان. كان يتحدث من غير تكلف ولا تصنع، وكان يتكلم من غير تشدق ولا تنطع، ولذلك أحبه الصغير والكبير، وأحبه المثقف وأحبه العامي. هذا الرجل صحيح أنه قد عرفه الناس وذاع صيته وانتشر نوره وعلمه في السنوات الأخيرة، إلا أنه كان قبل ذلك عاملاً في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا من فضيلة الدكتور الشيخ محمد خير طرشان حفظه الله. كان ينتقل من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة، وهو ينشر الخير فيها ويبث العلم فيها ويأتي بشبابها ويفتتح المساجد فيها. كان دؤوباً وكان مجداً في الدعوة إلى الله عز وجل، لم يكن يهمه أن ينتشر خبره، ولكن الله عز وجل أراد أن يعم خيره للأمة كلها. أمضى حياته داعياً إلى الله، والله يقول: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. لم يمنعه مرضه من متابعة مسيرته، ولم تقعده الآلام عن متابعة رسالته، وبقي يعطي ويوجه ويرشد حتى لقي الله سبحانه وتعالى وهو على هذه الحال. وأي حال أعظم من أن يلقى الله الإنسان وهو على دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعله في عليين، أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يبقى الخير الذي تركه إلى يوم الدين ينتفع به الناس وينتفع به القاصي والداني إلى ما شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الحضور الوفي إنما يدل على أن الناس، جميع الناس، إنما يريدون من يدلهم على الله،
وإنما يتبعون من يأخذ بأيديهم إلى الخير ويأخذ بأيديهم إلى الحق. وهذا أعظم مثال على ذلك، اتبعوا كما قال تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. وهكذا كان فضيلة الشيخ فتح الصافي رحمه الله تعالى لا يسأل أجراً ولا يطلب دنيا ولا يعول على أي عرض من أعراضها. الشيخ فتح الصافي كان له من اسمه أوفر نصيب، فهو فتحي فتح الله عليه وفتح له القلوب، وهو الصافي الذي كان صافي القلب نقي السريرة متواضعاً في حسن خلقه في ابتسامة لا تغادر ثغره. فأسأل الله تعالى أن يجعله جار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وكان الشيخ فتح الصافي من هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يتولى جزاءه. اللهم اجعله في عليين وعوض المسلمين خيرا يا رب العالمين، وأعظم الله أجرنا وغفر لميتنا وأحسن عزاءنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. مع دعاء الختام من فضيلة الشيخ عبد العزيز الخطيب الحسني حفظه الله تعالى. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اكرم نزله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاتنا وسيئاته. اللهم لقه الأمن من عذاب النار ومن عذاب القبر، حتى تبعثه آمنا مطمئنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا جئناك شفعاء له، فاقبل شفاعته، اقبل تضرعه، اقبل خضوعه، كرمال سيدنا محمد، كرمال الحبيب الأعظم، تغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن، وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخلف على أهل الشام والمسلمين خلفا مثل كرمال النبي، ونحن واقفون بين يديك أن تغفر لنا لأجله، أن ترحمنا، أن تكرم كل واحد منا بالمغفرة والرحمة والرضوان وقضاء الحاجات والشفاء من كل داء. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهر بين يديك يا رب، إلا ما فرجت عن أهل الشام يا رب، إلا ما فرجت عن أهل الشام. كرمال سيدنا محمد اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. صلي وسلم على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وأوصل في صحيفته مثل ثواب الفاتحة.